بسم الله الرحمن الرحيم. على وقتنا نحن محاضرة جديدة من محاضرات الداتا مايننج، محاضرة رقم 12. إن شاء الله في محاضرة هذا اليوم رح نتكلم عن خوارزمية جديدة من خوارزميات الكلسترينج، أو الخوارزميات اللي تتبع مفهوم أو مبدأ الكلستر في عملية تصنيف بياناتها. طبعا في المحاضرة السابقة احنا تكلمنا عن الكي مين كلستر. خوارزمية الكي مين كلستر إذا تذكروها كانت تصنف البيانات على أساس السيميلاريتي والديفرنسيز، يعني التشابه والاختلاف ما بيناتهم، نقسمهم إلى جروبات أو كلستر. بينما خوارزمية هذا اليوم راح أيضا تصنف البيانات على أساس التشابه والاختلاف ما بيناتهم، لكن تحاول أن تجد علاقة ما بين كلستر والكلستر الآخر بحيث ترتب البيانات على شكل هرمي، مثل ما هنا مبين في هذه الصورة، أنه البيانات عندي مثلا هاي الجرين مصنفة، وفي كل مستوى وجدت علاقة ما بين داتا وداتا أخرى، بالتالي ربطتهم في جروب آخر. تستمر بهالموضوع لأن تضم البيانات كلهم في كلستر يشمل كل الداتا. حتى نسوي رفرش لذاكرتكم باعتبار صاركم يعني فترة ما أخذت محاضرة، راح أعيد لكم مفهوم الكلستر. طبعا هاي السلايدات هي إعادة للمحاضرات السابقة، أو مثل ما قلت لكم هي رفرش لمعلوماتكم اللي أخذتوها في المحاضرة السابقة. لو نصور عندنا شخص مطروح أمامه في قضية إنه هو يحتاج اللي يغطي أو يسافر إلى 20 مكان، وبشرط إنه يكمل هاي الأماكن كلها في 4 أيام، فإنه يجد هالموضوع صعب. شلون يقدر يسافر لعشرين مكان في 4 أيام؟ فيطرح الموضوع ويحاول يسمع الاقتراحات. في جواب أحد الأصدقاء يقول له إنه أنت وهو التفكير المنطقي هذا إنه تحاول تقسم هذه الأماكن إلى مجموعات، إلى 4 مجموعات، وكل مجموعة تحوي الأماكن القريبة من بعض، يعني الأماكن القريبة في المسافة في قريبات وكلوز توجذر، جمعهم كلهم ويروحوا يزورهم في يوم واحد، بالتالي راح تبدأ تغطي هذا 20 مكان في 4 أيام. يعني أكيد إنه إذا أماكن قريبة عملية تنقل من مكان إلى مكان آخر سهلة، بالتالي راح يقدر يغطي كل هذه الأماكن في يوم واحد، أو يغطي هذا الجروب في يوم واحد. طبعا مو شرط كل جروب يحتوي، يعني سمو يروح في بالكم أنا عندي 20 مكان معناته يروح 5 أماكن في كل يوم، لا. أنا قلت أساس التقسيم يعتمد على القرب والبعد، يعني كل جروب يحتوي على الأماكن القريبة. بالتالي عدد كل جروب يختلف عن عدد الجروب الآخر. وهنا أنا راح يقدر مثل ما قلت راح يغطي كل الأماكن بسهولة. فنتعرف على مفهوم الهيراكل كلاستر، وهو نفس مفهوم الكيمين كلاستر، يعني مو تعريف مختلف. هيراكل كلاستر is defined as unsupervised learning method that separates the data into different groups based upon the similarities measures defined as a cluster to form the hierarchy. الهيراكل كلاستر هي نوع من أنواع الـ unsupervised learning method. وحنا نعرف شنو unsupervised learning method، هي طريقة التعلم اللي تكون غير خاضعة لإشراف الإنسان، تكون يعني by self. الطريقة اللي يتدخل الإنسان في عملية تدريب الموديل أو الكلاسيفاير نسميها supervised، بينما الطريقة اللي تكون غير خاضعة لتدخل الإنسان نسميها unsupervised learning method. إذن هي أحد طرق الطرق اللي تكون غير خاضعة لتدخل الإنسان، والتي تعتمد على تقسيم البيانات إلى مجاميع
بالاعتماد على أوجه التشابه والاختلاف ما بين تلك البيانات. طبعاً كل مجموعة راح نسميها بكلستر، نسميها define as a cluster، يعني كل جروب راح نسميه كلستر. أنا إذا ذكرت مفهوم كلستر أقصد به الجروب أو المجموعة اللي تشابهت فيما بعضها وربطناها في كلستر واحد لتشكل الهراكي أو الهرمية. يعني typically إحنا عندنا نوعين من أنواع الهراكي الكلستر، عندنا نوعين من أنواع الهراكي الكلستر، أو بالأحرى عندنا نوعين من أنواع الأساليب أو التقنيات اللي نقدر أو الاستراتيجية اللي نقدر نستخدمها لتقسيم أو تشكيل البيانات بشكل هرمي. عندنا الأجلومراتيف والدايفيزيف. أجلومراتيف هيراركي كلاستر ألغوريثم والدايفيزيف هيراركي كلاستر ألغوريثم. الأجلومراتيف بحث فيها شو يعتمدون؟ يعتمدون إنه في البداية، خلنا نقرأها حتى نشوف شنو بيها. We start with each element as a cluster, then merge them based upon the features and similarities, unless one cluster is formed. This approach is also known as bottom-up approach. إذن خوارزمية الأجلوميراتيف في البداية تعامل البيانات كلها على أساس إنه منفصلة عن بعضها، كل البيانات تخليهم في كلستر منفصل. كل البيانات تخليهم في كلاستر منفصل عن الآخر. الخطوة التالية تبدأ تدرس خصائص هذه البيانات، كل داتا مع الداتا الأخرى، وتشوف من البيانات المتشابهة. إذا لقيت بيانات متشابهة ضمتهم وخلتهم في كلاستر آخر، يعني كأنه انتقلت إلى مستوى آخر وربطتهم في كلاستر. بعد هاي الخطوة تبدأ دراسة خصائص هذا الكلستر مع بقية البيانات، أو إذا أكو يعني البيانات الأخرى أيضا أكو حالة من التشابه أيضا تربطهم في كلستر، وتستمر في هذه العملية إلى أن تضم البيانات كلهم في مستوى أعلى، ويعني تخلي البيانات في كلستر واحد يكون أعلى مستوى أو أعلى ليفل من بقية الكلسترات، بحيث أنه الحركة راح تكون bottom to up approach. bottom up approach يعني الحركة كأنه تبدأ من البيانات إلى أن نضم، لا يعني كلستر واحد يضم كل البيانات اللي تم تصنيفها. بينما الدايفيزيف هيراركي كلستر ألغوريثم هي يعني عكس المبدأ الأول الأجلوميراتيف، تكون اتجاهها بهذه الصورة يعني من الأعلى للأسفل، إذا نسميها top down approach. وفي البداية تخلي البيانات كلها، يعني احنا قلنا في الأجلوميراتيف تخلي كل داتا تعتبر منفصلة عن بعضها، بالتالي تخليهم كلهم في كلستر منفصل أو تعتبرهم انهم موجودات في كلستر منفصل، وتبدأ دراسة خصائص هذه البيانات واحد مع الآخر، يعني واحد مع الآخر، إذا كانوا متشابهين ضمتهم في كلستر، وتبدأ في الليفل الثاني أيضا تبدأ دراسة هذه الكلستر مع بقية البيانات أو دراسة خصائص الكلمات مع بعضهم وتربطهم. هاي في الأجلوميراتيف. في الدايفيزيف هو في يعني عكس هالأمر، عكس الأجلوميراتيف، في البداية تخلي البيانات كلهم في كلستر واحد، لين كأنه تدخل في داخل هذا الكلستر تبدأ تشوف هل السيميلاريتي والديفرنسز ما بين تلك البيانات، المتشابهات تخليهم في كلستر واحد والمختلفات تخليهم في كلستر منفصل، يعني خارج هذا الكلستر. أيضا تدخل في داخل هذا الكلستر الثاني اللي سويناه وتدرس، وهكذا إلى أنه تصل إلى أنه تغطي كل البيانات. لذلك إنه الحركة حتكون top down approach. أو هاي الطريقة نسميها يعني إذا تسمية ثانية اللي هو top down approach.
والاتجاه يكون اتجاه الحركة بعملية التنقل بين البيانات هو من الأعلى للأسفل. حتى نفهم انه شنو ذكرت قبل شوية، انه الاجلومراتيف مثلا عندي هاي الداتا، هاي البيانات الباحثين مثلا يعني شلون تشتغل الاجلومراتيف. في البداية لاحظوا انه اكو تشابه ما بين هاي الداتا وهاي الداتا، بالتالي ربطوهم في كلاستر. زين شافوا اكو تشابه ما بين هاي الداتا، طبعا هاي في الستب الثانية، وما بين هاي الداتا، بالتالي ربطوهم في كلاستر اخر. الخطوة الثالثة لاحظوا اكو تشابه ما بين هاي البيانات وهاي البيانات، بالتالي ربطوهم في هذا المستوى. في الخطوة اللي بعدها لاحظوا اكو تشابه ما بين هاي البيانات وهذا الكلاستر، مع انه هاي الداتا، هذه الداتا خلاص انربطت في كلاستر واحد، بالتالي عملية المقارنة تكون ما بين هذا الكلاستر وهاي البيانات، فربطهم في كلاستر آخر، وهكذا إلى أنه تضم وتكون عندي كلاستر واحد يضم كل البيانات المعروضة أمامي. من هنا كل البيانات عندي المعروضة تنضم في كلاستر واحد. هذا مبدأ عمل الأجلومراتيف. مثل ما قلنا عملية التنقل راح تبدأ تكون هيك كأنه من الأسفل إلى الأعلى، بينما في الدايفيسيف هو عكس الأجلومراتيف، عملية التنقل تكون من الأعلى للأسفل. يعني في البداية تخلي البيانات كلهم في كلاستر واحد، لين تدخل في داخل هذا الكلاستر وتلاحظ بصورة يعني خلينا نقول مختصرة إنه شنو التشابه والاختلاف ما بين تلك البيانات. بالتالي تخلي البيانات المتشابهة في كلاستر واحد والبيانات المختلفة في كلاستر آخر، وأيضا تدخل في داخل هذا الكلاستر هم تقسم البيانات، وهكذا إلى أنه يعني في كل مرة تشوف التشابه والاختلاف وتخلي المتشابهات في كلاستر والمختلفات في كلاستر آخر، وتكمل عملية الدراسة لأنه توصل إلى كل البيانات بحيث تغطي كل البيانات المطروحة أمامي. هذا اسلوب عمل الدايفيزف، هذا اسلوب عمل الدايفيزف ابروتش، واللي ايضا سميناه بالتوب داون ابروتش. لاحظوا من هذا هنا توب داون ابروتش، وهنا البوتوم اب ابروتش. رح ناخذ ونتعرف شلون الاجلومراتيف هيراركال كلاستر يعني تعمل، شلون تعمل هيراركال كلاستر الجوريثم. في البدايه لو عندي هاي البيانات اللي هي وزعناها على الرسم البياني وبهذه الصوره، مثل ما تلاحظون بيانات متوزعه بصوره عشوائيه. فاول خطوه احنا مثل ما ذكرت سابقا الأجلومراتيف تتعامل ويا البيانات في الخطوة الأولى على أنهن بيانات منفصلة ومختلفة عن بعض، فتخليهم كلهم في كلاستر منفصل، فيكون عندي ما أنه تعاملهم كأنه بيانات منفصلة، راح تخليهم تخلي كل واحد في كلاستر منفصل، فيكون عندي عدد الكلاسترات هو مساوي لعدد البيانات. يعني أنا هنا عندي 7 بيانات، بالتالي عندي 7 كلاسترات. يعني ما انه 7 بيانات فعندي هنا 7 كلاسترات، يعني n راح تساوي لي عدد البيانات اللي متوزعة امامي واللي هنا نفس عدد البيانات. الخطوة التالية درسنا خصائص بيانات رقم 7 او كلاستر رقم 7 مع كلاستر رقم 6، ولاحظنا اكو تشابه فيما بينهم، فربطناهم في كلاستر، ربطناهم في كلاستر، بالتالي عدد الكلاسترات بما انه لان الاثنين ربطناهم في كلاستر صاروا كلاستر واحد، بالتالي عدد الكلاسترات راح ينقص بواحد، فيكون عدد الكلاسترات هنا عندي 6. احنا في البداية 7، هنا صرنا 6، صار عندي 6 كلاسترات او 6 جروبات. طبعا انا من اربط في كلاستر لازم احافظ على الكلاسترات الداخليه، يعني ان اخلي الكلاستر الاضافي الجديد اللي سويته ما يلغي الكلاسترات السابقه اللي سويناها، لازم نحافظ عليهم.
الخطوة اللي بعدها لاحظنا أيضاً أكو تشابه ما بين الكلاستر رقم 5 وبينهما بين هذا الجروب. طبعاً هذا الجروب هذا الكلاستر مثل ما قلت لكم الكلاستر الداخلي منحف نظل محافظين عليه. لاحظنا أول تشابه ما بين كلاستر رقم 5 وكلاستر اللي يضم 7 و6، فبالتالي ربطناهم في كلاستر ثاني اللي هو هذا. فش قصة عندي عدد الكلاسترات؟ صار عندي عدد الكلاسترات 5، هنا 4، وهذا الكلاستر الجديد اللي ربطناه فصار عندي عدد الكلاسترات 5. نستمر في هذا الأمر أو في هذا البروسيجر. أيضا ندرس نشوف التشابه ما بين 3 و 8، بالتالي نضمهم في كلاستر. وهذا التشابه يختلف ما بينه وبين هذا الجروب، بالتالي نخليه في كلاستر منفصل. ونكمل هالموضوع في هاي الاستبات إلى أنه يصير عندي جروب واحد أو كلاستر واحد يضم كل الداتا. مثل ما ذكرنا هاي الكلاسترات نبقى نحافظ عليهن، يعني هذا إحنا عندنا هيك صار ربط نبقى نحافظ عليهن ما نحذفهن. إيه هنا بهاي الاستب ربطنا 4 مع هذا الجروب. والخطوة الأخيرة هو كلاستر يضم كل الجروبات الداخلية، فصار عند ترتيب بيانات بهذا الصورة، هذا كلاستر وهذا كلاستر وهذا كلاستر، وعندي هنا 2، في الأخير عندي 1 يضم كل الجروبات. بالتالي صار عندي الشكل الهرمي بهذه الصورة. ثم تذكرون احنا في البداية ربطنا 6 مع 7، بالتالي خليناهم في جروب واحد، وبعدين ربطنا كلاستر رقم 5 مع هذا الجروب. زين شفنا درسنا 3 و 2 ربطناهم في جروب وواحد مع هذا، ولا كملناهم كلهم في كلاستر واحد. طبعا ضروري انهم يدرسون هذا الهرمية تخلون مستوى هاي الليفلات مختلفة، واختلافهم يعتمد على الأسبقية في عملية الحساب او عملية الظهور. يعني أنا في البداية شفت إنه أو درست 6 و7، بالتالي حطيتهم في هذا المستوى. من جد درست 5 مع هذا الجروب ما يصير أجي أخليهم في مستوى واحد كأنه مثلا أخليهم هتشي، لا لازم أخليهم في مستوى أعلى، حتى أنا هسه أول ما قرأتهم من غير ما أقرأ الخطوات السابقة عرفت إنه أول جروب تشكل هو 6 و7، بعدين هو جروب 5 مع هذا الجروب. ليش؟ لأنه هذا المستوى هنا أنا أعلى أو يعني مرتفع أكثر من هذا المستوى، مستوى هذا اللاين، بالتالي عرفت من اللي الربط في البداية. وأيضا لما نربط 2 مع 3 وخليناهم في كلاستر، لازم مستوى يكون أعلى من هذا المستوى الموجود في اللون البنفسجي. ليش؟ لأنه مثل ما قلت هذا الجروب صار مباشرة مع يعني ربط هاي البيانات أو تكوين هذا الكلاستر صار مباشرة بعد تكوين هذا الكلاستر، ما يصير أجي أخليه في هذا المستوى، يعني هذا المستوى هنا ما يصير أجي أخليه هنا، أنا ما يصير أخلي هذا اللاين كأنه هيك يصير، هذا غلط ما يصير، لازم يكون مستوى أعلى، لازم يكون مستوى أعلى من هذا الكلاستر حتى أقدر يعني كأنه هذا ما موجود، هذا غلط كأنه هذا ما موجود وأجي أخلي اللاين هنا، لا لازم هذا اللاين يصعد لي فوق أو هذا المستوى يصعد لي فوق هاي الخطوة. بالتالي مستوى الليفلات يحدد الأسبقية. مستوى هاي الليفلات يحدد لي الأسبقية في الظهور أو تتحدد بالأسبقية في الظهور أو في التكوين أو في إنشاء ذلك الكلاستر. إن شاء الله راح نأخذ مثال وراح نعرف بصورة أوضح هالكلام. طيب عندنا إحنا هنا أكثر من طريقة نقدر نقيس بها التشابه والاختلاف ما بين البيانات. طبعا هالموضوع يعني تتحكم بها طبيعة البيانات، طبيعة القضية أو المشكلة اللي نشتغل عليها، وتحدد الإمكانيات. يعني إحنا شنو إمكانياتنا، شلون نقدر
نستخدم السيميلاريتي والديفرنسز ما بين تلك البيانات، يعني شلون نقدر نجد التشابه والاختلاف ما بين تلك البيانات. طبعا إذا تذكرون أنا أكثر من مرة أو قد حيت مبدأ إنه لازم نفهم البيانات قبل ما نبدأ نسوي لها بروسس. في عملية البري بروسيسنج ستيب لازم نفهم البيانات، نعرف طبيعتها شلون تكون متكونة حتى تسهل علينا الشغل فيما بعد. فلو أنا لو فهمت البيانات راح أعرف شلون أحسب أو عرفت الفيتشرز أو الخصائص مالتها، ما أعرف شلون أجد تشابه واختلاف. فمن الأساليب اللي ممكن نستخدمها أو الأساليب اللي يستخدموها الباحثين هو دراسة مدى القرب والبعد ما بين تلك البيانات. فلو كانت البيانات قريبة ضميناهم في نخليهم في كلستر واحد، وإذا كانت بعيدة نخليهم في كلستر منفصل. إذن أحد الطرق المستخدمة في دراسة أوجه التشابه ما بين تلك البيانات هو دراسة مدى قرب المسافة ما بين تلك الداتا، ونسميه single nearest distance. يعني البيانات المتشابهة نخليها في جروب واحد والمختلفة نخليها في جروب منفصل. الطرق الأخرى دراسة مدى البعد ما بين تلك البيانات. The distance between two clusters is defined. The distance المسافة ما بين اثنين كلسترات تعرف as the maximum distance between an object in one cluster and an object object in other cluster. يعني المسافة ما بين هذا الجروب وهذا الجروب نقدر نحسبها بإيجاد maximum distance ما بين هاي البيانات وهاي البيانات. يعني ما نجدها ما بين هاي مثلا هاي الداتا وهاي الداتا، لا، الماكسيمم ما بين اقصى مسافه ما بين هاي البيانات وهاي البيانات، احد هاي البيانات واحد البيانات الكلستر الاخر. طبعا دام قلت ماكسيمم مثلا ما اقدر احسبها هيجي، ليش؟ لانه هذا مو ماكسيمم. مثل ما تشوفون هذا الجروب اها، وهاي المسافه هي اكبر من هاي المسافه، بالتالي انا اجد ابعد واحد هنا عن ابعد واحد هنا واحسب المسافه، فتكون هي الماكسيمم ديستانس ما بين الكلسترات. طبعا هو عكس الاسلوب السابق واللي يجد المينيمم ديستانس. يعني هنا أنا ما اقدر اجد المسافة ما بين هاي الكلاس، او اعتبر انه المسافة ما بين الكلاسترات هي هاي المسافة، هاي المسافة اللي سويتها سبب اللون الاحمر. ليش؟ لانه هاي المسافة هي اكثر من هاي المسافة، وانا جاي اعتمد على المينيمم ديستانس، بالتالي ما راح يعني اعتباري غلط ما يصير، فلازم اختار اصغر مسافه ما بين هنا هاي البيانات والبيانات الاخرى الموجوده في الكلستر الاخر. اذا راح ناخذ مثال تطبيق عملي للكلام اللي تكلمنا به سابقا او في هذه المحاضره في السلايدات السابقه. لو عندي هاي البيانات implement of Heuristic Algorithm to find the cluster using single linkage technique use a Euclidean distance. Use a Euclidean distance and draw the dendrogram. Euclidean distance أخذناها سابقا وهي حساب أو طريقة حساب المسافة ما بين نقطتين واللي تكون بهذه الصورة، يعني x1 ناقص x2 تربيع زائد y1 ناقص y2. طبعا y2 نقصد بها النقطة الثانية الأخرى، نتكلم عن نقطتين، ونستخرج اثنا تربيع ونستخرج الجذر. هذا قانون أكثر من مرة استخدمناه مع أكثر من خوارزمية. طبعا أكو أكثر من طريقة لحساب المسافة ما بين النقاط بدون تتعرفون عليهم، بس أنا راح أستخدم أسلوب إيكويفالنس ديستانس. بس الاطلاع أكو طرق أخرى فما أريد أغير عليكم، يعني هاي الطريقة استخدمناها سابقا وراح نستخدمها اليوم.
فإذا نحسب المسافة ما بين البيانات وما بين النقاط باستخدام استخدام قانون إكليدنس ديستانس، عندي هاي النقاط الأمامي، طبعا هاي النقطة هي 0.4، هنا خطأ في الطباعة، هاي النقطة هي 4 في 100، وعندي هذا الجدول. نرسم البيانات هاي البوينت موجود في هذا الشكل في هذا الجراف، لين قبل ما نبدأ نربط البيانات في جروبات لازم مثل ما قد ذكرت نحسب نشوف على أي أساس راح نشتغل. فإحنا هنا راح نحسب فرق المسافة ما بين البيانات، البيانات القريبة نرتبهم ونخليهم في كلستر واحد. فشلون نحسب المسافة؟ نحسبهم باستخدام قانون إكليدنس ديستانس واللي ذكرت إنه هو هذا. بالتالي عند نحسب مسافة ما بين يعني هاي مجرد يعني هتعرفون ليش نبين سويت هذا البي 1 مع البي 1 يعني مسافة النقطة الأولى مع النقطة الأولى، وهي أكيد راح تكون صفر، يعني كل نقطة المسافة ما بينها وما بين النقطة الأخرى تكون صفر. في الخطوة اللي بعدها خلنا نرجع هذا السلايد، نحسب المسافة. احنا نحسبنا النقطة الأولى مع نفسها، الخطوة اللي يعني الحسابات شلون راح تكون البي 1 مع البي 1 والبي 1 مع البي 2 والواحد مع 3 والواحد مع 4 والواحد مع 5 والواحد مع 6. الخطوة التالية نحسب البي 2 مع البي 3، ما نرجع نحسب البي 2 مع البي 1 لأنه نفس المسافة هي، فما يحتاج نعيدها وغلط نعيدها يعني زيادة كالنقصان. فنحسب البي 2 مع البي 3 والبي 2 مع البي 4 والبي 2 مع البي 5 والبي 2 مع البي 6. طبعا هاي في البداية لازم نثبت هاي المسافات كلها بعدين نبدأ نجمعهم. الخطوة اللي بعدها نحسب البي 3 مع البي 4 والثلاثة مع الخمسة والثلاثة مع الستة. خلصنا؟ لا ما خلصنا، بعد عندي نقاط. فالأربعة بي 4 نحسب مع البي 5 ومع البي 6. نفس القضية نحسب البي 5 مع البي 6 وبنفس الأسلوب باستخدام الإكليدنس ديستانس نحسب المسافة ما بين البي 5 والبي 6. خلصنا؟ إيه خلصنا، لأنه البي 6 انحسبت ويا الكل فما يحتاج أجي أحسب البي 6 مع بقية النقاط. فهو الكلام اللي ذكرته والمسافات هي هذا الشغل كله. فنحسب الديستانس ما بين الواحد واثنين أو بي 1 مع البي 2، فأثبت نقاط الواحدة ونقاط الاثنين واجي اخذ الاكس 1 مات البي 1 والاكس 2 مات البي 2 وايضا الواي 1 مات البي 1 والواي 2 مع البي 2، اطرح واطرح واربع واجذب الى ان يصل عندي الناتج هو 23%. هذا هو المسافه ما بين الديستانس ما بين البي 1 والبي 2 والرقم هو 23%. بنفس القانون نفس الإجراء أحسب المسافة ما بين أحسب المسافة ما بين البي 1 والبي 3، أيضا أثبت نقاطها وأطرح وأجمع وأجذر وهكذا إلى أن تكون الناتج عندي خلصان وجائز واللي هو 22%. كذلك مع البي 1 مع الأربعة، بي 1 مع البي 4 والبي 1 مع البي 5 والبي 1 مع البي 6، هنا عندي كامل عندي الواحد. شنو احسب؟ ابدي احسب مسافة النقطة انطلق من 2، فاحسب الاثنين مع 3 احسب مسافة الاثنين مع 3 فاثبت موقع النقطة رقم 2 واللي هو تكون 22 و38، طبعا تكون اخذ من السؤال، وثلاثة أكس ثلاثة وواي ثلاثة أيضا أثبتهم، وبنفس القانون أخذ الأكس يعني أكس الأكس الأولى اللي هنا والأكس يعني أخذ أكس نقطة رقم 2
وأكس نقطة رقم 3 أطرحهم وأربع وأجذر ويكون عندي الناتج جاهز. أكمل بنفس القانون 2 مع 4 و 2 مع 5 و 2 مع 6 و 3 مع 4 وهكذا لن تكمل عندي كل البيانات. هنا صار عندي أو أسوي distance matrix، صار عندي distance matrix جاهزة. طبعا احنا ذكرت احنا ليش حسبنا البي 1 مع البي 1، حتى تعرفون انه البي 2 مع البي 2 هي ايضا صفر، والبي 3 مع البي 3 ايضا صفر. بالتالي عندي القطر الرئيسي كله اصفار، لان هو النقطة، هو القطر الرئيسي راح يكون مسافة النقطة مع النقطة نفسها. يعني حسبنا النقطة الاولى حتعرفون ليش حسبناه، واذا هي صفر بس حتى نثبتها عندي في الماتريكس. طبعا هاي الماتريكس هي مشابهة للديستانس ماتريكس اللي اخذتوها سابقا. او للسيميلارتي ماتريكس. فاثبت في الصف الاول النقاط كلهن، وايضا نفس الصف الاول اخليه في العمود الاول، واثبت البيانات. فعندي المسافة ما بين بي 1 وبي 1 مثل ما استخرجناها هي صفر، والمسافة ما بين بي 2 والبي 1 هي 23. البي 2 مع البي 2 هو صفر. البي 3 مع البي 1 22، ومع البي 3 مع البي 2 هو 15، وهكذا لأن تكمل عندي كل الديستانس ماتريكس. بعد ما كملنا البيانات نبدأ نسوي سيرش فيهن، يعني نلاحظ أنه من أصغر مسافة، شوف هنا 23 22 37 وهكذا لأن نصل إلى هنا، أكيد هذا ما تشيكناهن، نصل إلى أنه عندي أصغر مسافة هي بوينت 11، وهي المسافة ما بين نقطة رقم 3 ونقطة رقم 6. بالتالي أخليهم في كلستر واحد، ويكون عندي أول مستوى في الشكل الهرمي هو هذا، ربط ما بين 3 و 6. وأخذوها كمبدأ، مدام صار عندي ربط جديد، يعني مدام خليت بيانات في كلستر جديد، معناتها الديستنس ماتريكس تغيرت، معناتها صارت عندي مسافات أخرى. بالتالي أحتاج أسوي أبديت على الديستنس ماتريكس. أنا ذكرت في السؤال نعتمد على مبدأ المينيموم، نعتمد على مبدأ يعني أصغر مسافة. فمن أجي أحسب سوي أبديت على المسافات، أحسب يعني نفس الحسابات الأخرى، نفس ما أجي أعيدهن، بس مجرد أقارن وأختار من أصغر مسافة. التغير في الحسابات راح يكون ما بين هذا الكلستر وبقية النقاط، ما بين هذا الكلستر وبقية النقاط. بس ما تتغير مسافة بي 1 مع البي 5 أو البي 1 مع البي 2 أو البي 1 مع البي 4، لا، اللي راح يتغير هو يعني مسافة هذا الكلستر مع بقية النقاط. فشلون؟ فعندي الكلستر اللي يضم 3 و 6، مسافة ما بينه وما بين البي 1 شو راح أسوي؟ كأنه أوزع يعني أدخل البي 1 على القوس وأشوف المسافة ما بين البي 1 والبي 3 شقد أخليها، والبي 1 مع البي 6 شقد أخليها، وأجد المينيموم أو أجد أقل مسافة، وهنا واضحة هو 22. أيضا مع النقطة رقم 2 أيضا أشوف مسافة 2 مع 3 و 2 مع 6، وأحسب بعدين أشوف المينيموم ديستانس واللي هي عندي أمامي 15، وهكذا لأن تكمل كل المسافات. وأثبتهم في الماتريكس، يعني حسبت المسافات، جددت مسافات جديدة، فأثبتهم في ماتريكس أو في جدول آخر. طبعا في هذا هنا في الصف العلوي ما أجي أفصل الثلاثة عن الستة، لا، الثلاثة والستة صاروا كأنهم في كلستر واحد، فأخليهم في جدول أو في حقل واحد. بالتالي عدد الكلسترات كان عندي ستة، هسه صار عندي خمسة، هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عدد الكلسترات صاروا عندي خمسة. أرجع وأذكر أنا أستخدم أسلوب الأجلومراتيف، فصار عندي عدد الكلسترات خمسة، بعد ما أنهن في البداية كانن ستة. فأثبت البيانات، هاي البيانات الموجودة في اللون الأخضر هي دلالة على أنه صار أكو تحديث في هذه الخلايا، بينما ما تلونت معناته أنهن بقيات نفسهن ما تغيرن.
نفس البيانات اللي أخذ ناخذين من الماتريكس السابقة واللي هي هنا عندي هذه. هاي الداتا نفسها أو هاي الماتريكس نفسها هعيده هنا وأجي أبحث عنه وأشوف منو أصغر مسافة. لاحظ أنه 0.14 هي أصغر مسافة، وهي المسافة تبلط ما بين P2 وال P5، فأيضا أخليهم في كلاستر. طبعا اللي موجودة في أخلي لون هذا اللون الأحمر هي دلالة على أنه أو حتى بين لك أنه هذه أصغر مسافة، بس هذا أصغر مسافة موجودة في الدستنس ماتريكس. بس هاي الدستنس ماتريكس هي مشابهة هاي الدستنس ماتريكس هاي السابقة، ما تغير بها شيء، مجرد حتى السهولة خليتهم وطيناهم لون آخر. وللوضوح فإذا أربط الاثنين مع الخمسة في كلاستر، وكان ويصير عندي مستوى ليفل آخر من في الشكل الهرمي، واللي يربط الاثنين مع الخمسة، واللي لازم مستوى يكون ما يكون مستوى هنا، يكون مستوى أعلى أبعد نقول من الخط الأكسي، لأنهن صارت في يعني في ستيب رقم اثنين، وهي وتسبق الكلاستر اللي يضم ثلاثة وستة. مثل ما ذكرت أنه مدام صار عندي كلاستر جديد معناتها عندي أبديت في الديستانس ماتريكس، معناتها صار عندي تحديث في قياس أو حسابات حساب المسافات. وهالمرة نحسب المسافة ما بين هذا الكلاستر وهذه النقاط، نقطة P1 وهذا الكلاستر وبي رقم P4، نحسب الأبديت اللي صار واللي هو ما بين هذا الكلاستر الجديد وهذا الكلاستر وهاي النقطتين 1 و4. بس المسافة ما بين 1 و4 تبقى نفسها، والمسافة ما بين P1 وهذا الكلاستر باقيات نفسين ما يتغيرن، لأنهن ما صار بهن تحديث. فأثبت الجروب الجديد أو الكلاستر الجديد اللي هو 2 و5، وأثبت إحدى النقاط اللي هنا أخذناها P1. فبنفس الأسلوب أحسب المسافة ما بين P1 وP2، وإحنا حاسبين بس نثبتهن أمامنا، والمسافة ما بين P1 وP5 أيضا نثبتها أمامنا، ونجد المينيموم ديستانس واللي هو 23، يعني obviously هو 23. أيضا نحسب المسافة ما بين 2 و5 وما بين جروب 3 و6، هذا الكلاستر مع هذا الكلاستر. فش أجي أسوي؟ أجي أوزع أشوف المسافة ما بين P2 مع هذا الكلاستر وP5 مع هذا الكلاستر، وأيضا في كل مرة أخذ المينيمم ديستانس. يعني من جيت P2 مع هذا الكلاستر أشوف P2 أقرب مسافة إلى، إحنا حسبناها سابقا طبعا في هذه الخطوة، P2 مع P3 و6 المسافة ما بيناتهم هي 0.15، فثبتها 0.15، وهذا هاي المسافة أيضا نجدها بـ5 مع 3 و6 هي 28، فأيضا أثبتها وأجد المينيمم ديستانس اللي هو 0.15. بنفس الأسلوب أجد المسافة ما بين P4 وجروب أو كلاستر 2 و5. بالتالي ما انه انا حسبت مسافات جديدة معناتها صار عندي ماتريكس جديدة، فايضا اثبتها واخلي الكلاستر الجديد اللي هو ربط 2 و5. وايضا تلاحظون ان عندي صار عدد الكلاسترات n ناقص 2، فبالتالي عدد الكلاسترات عندي صار 4، كان في البداية 6، في الخطوة الثانية صارت 5، هنا في الخطوة الثالثة صاروا 4. وأثبت المسافات الجديدة اللي ظهرت عندي هنا 23 15 20 23 15 20. دلني هاي الماتريكس أيضا عدتها هنا، مع تمييز أقرب مسافة. هاي الماتريكس اللي هنا عدتها هنا في جدول آخر مع تمييز أقرب مسافة، واللي يربطني ما بين 2 و5 و3 و6 واللي هو 0.15. طبعا اكو هنا يعني عندي هنا 15 و15،
أكو تشابه في البيانات، بس يعني إحنا مهم ناخذ واحد من عندهم. يعني ما نظل محتارين، إذا صار عندي بيانات متشابهة نختار واحد من هذه البيانات. هسه أسوي كلاستر آخر يربط لي كلاستر 2 و5 وكلاستر 3 و6. هذا الكلاستر الأحمر هذا هو كلاستر جديد يربط الكلاسترات الانر كلاستر أو الكلاسترات الداخلية، بالتالي صار عندي مستوى ثالث من الشكل الهرمي واللي هو هذا، ويضم هاي التو كلاستر. مثل ما ذكرت مدام صار عندي كلاستر جديد معناته صار عندي أبديت في الديستانس ماتريكس، يعني صار عندي تحديث في حساب المسافات، بحتاج إنه أحسب مسافات هذا الكلاستر الجديد مع بقية النقاط، الكلاستر الجديد مع بقية النقاط. في الكلاستر الجديد اللي هو يضم 2 و5 و3 و6 أحسب المسافة ما بينه وما بين P1. فكأنه راح أوزع الـ P1 مع هاي الجروبات، P1 مع هذا الكلاستر والـ P1 مع الكلاستر الآخر. إحنا أيضا وجدنا يعني نعرف سابقا أو استخرجنا سابقا مسافة ما بين P1 وكلاستر 2 و5 والـ P1 وكلاستر 3 و6، فأثبتهم وأجد أصغر رقم اللي هو 22. أيضا أحسب مسافة P4 مع هذا الكلاستر أكبر واحد موجود عندي هنا حاليا، وأوزع الـ P4 مع هاي الكلاسترات الداخلية الانر كلاستر أو الكلاسترات الداخلية، وأشوف أصغر مسافة اللي هي 0.15. استخرجت بما أنه صار عندي أبديت في الديستانس ماتريكس، معناته صار عندي أبديت في المسافات، وصار عندي أبديت في الديستانس ماتريكس، فأثبتوا هاي البيانات كلهم. مثل ما قلت اللي في الجرين هو بيانات محدثة، واللي بهاي الصورة نثبتها. أدرس هاي البيانات وألاحظ أنه the minimum distance هو ما بين هذا الجروب و P4 واللي هي 15، بالتالي أنا أربطهم في كلاستر يضم هاي البيانات، يضم جروب هذا الجروب الأحمر مع النقطة رقم 4، وصار عندي كلاستر جديد واللي هو موجود في الجرين أو هو متمثل في الجرين. وأنا ذكر سابقا أنه كل ربط جديد معناته أكو ديستانس جديدة ظهرت عندي. طبعا الشكل الهرمي عندي راح يكون بهذه الصورة، البي فور مع هذا الكلاستر، طبعا هذا الكلاستر نقصد به هو الكلاستر هذا اللي في اللون الأحمر. The last step، أنا بقت عندي داتا واحدة، بالتالي أنا أوكي راح أحسب المسافة، بس هو شيء غير مجدي لأنه أنا أوريدي لازم هاي الداتا كلهم أخليهم في كلاستر واحد، بس راح نحسبهم حتى نعرف شلون يعني شلون نحسب المسافات لو ظهرت عندي نقطة بهذه الصورة. أثبت هذا الكلاستر اللي هو 2 و5 و3 و6 اللي موجود في اللون الأحمر، وأثبت وأحط هاي الأقواس، هاي الأقواس ضرورية إنه ما تخربطون بيها، والبي 4 اللي هي هاي النقطة، لين أيضا نغلق القوس ونخلي نقطة رقم 1. بس إيش راح نحسب؟ نحسب المسافة ما بين بي 4 وهذا الكلاستر، المسافة ما بين P1 وP4 وP1 وهذا الكلاستر. P1 والP4 هو سهلة يعني واضحة هاي النقطة، بس P1 مع هذا الكلاستر ايش راح اسوي؟ ايضا ارجع للخطوات السابقة اشوف انه P1 مع 3 و6 والP1 مع 2 و5 شنو كانت المسافة. خلينا نرجع ونشوفها. P1 مع 3 و6 عندنا P1 مع 3 و6 هي 22، والP1 مع 2 و5 هو 23، بالتالي راح أخذ 22 واللي هو أصغر مسافة. نأخذ 22، يعني أشوف البي 1 مع 3 و6
والبي وال مع الاثنين وخمسة، وأشوف منه أصغر مسافة. يعني كأنه هنا أكو أقواس، هاي أقواس، هذا القوس أكو هنا أمان لغة موجود قوسين هنا، بشوف البي 1 مع هذا الكلاستر والبي 1 مع هذا الكلاستر، مثل ما ذكرت أو هنا رويتكم إياها إنه البي 1 مع 3 و6 هو 22، والبي 1 مع 2 و5 صار هنا 22 وهنا 23، وأصغر مسافة هو 22. فأثبت 22، والبي 1 مع البي 4 هي obviously أو هي واضحة ف 37، والناتج راح يكون دائما المينيمم ديستانس فيكون 22. بالتالي عندي صارت يعني صار عندي كلاستر واحد يضم كل البيانات الموجودة، وعندي الدندوغرام يضم بهذا الصورة راح يكون البي 1 مع هذا الكلاسترات. ارجع وابين اكو نقطة، مثلا احنا من صار عندي البي 1 مع هذا الجروب احنا ما نحتاج نحسب المسافة ما بين البي 1 وهذا الجروب، بس هذا الحساب صار حتى تشوفون لو كان عندكم مثلا نرفض انا عندي هنا مثلا نقطة بي 0، نرفض هنا بي 0، فبالتالي احتاج لازم احسب المسافة ما بين هاي البي 1 وهذا الجروب والبي 0 مع هذا الجروب. خلنا قرب النقطة شوية، نفرض هاي البي زيرو كانت هنا، فأحتاج أحسب المسافة ما بين البي ون وهذا الجروب والبي زيرو مع هذا الجروب. فشلون أحسب المسافة ما بين البي ون وهذا الجروب اللي موجود في اللون الأخضر؟ حسابهم يكون بهذه الطريقة. بس لو كانت هاي آخر نقطة ما يحتاج أحسب أشوف شنو المسافة، لانه انا اوريدي راح تكون عندي كلاستر واحد او لازم يكون عندي كلاستر واحد يضم فيها كل البيانات، وانا افضل انه دائما تخلوا لي اياه ما يتبخروا. هسه عندي اهم شيء انه دندغرام النهائي عندي بهذا الصوره، مثل ما هو واضح عندي بيانات مرتبطه على اساس السيميلاريتي، وفي الستب اللي بعدها نشوف السيميلاريتي ما بين كل كلاستر ونخليهم في هذا الشكل الهرمي. طبعا خوارزمية الهيراركال كلاستر هي تحاول تجد العلاقة ما بين الكلاسترات، يعني خوارزمية الكيمين كانت تقسم مثل ما ذكرت في أول المحاضرة، تقسم البيانات إلى كلاسترات وتتركهم، بس خوارزمية الهيراركال كلاستر لا، تقسم البيانات إلى كلاسترات وتدرس العلاقة ما بين هذه الكلاسترات. فهي خلينا نقول مور بروجرس، أي أكثر تطور من خوارزمية الكيمين، لأنه هي تحاول تجد أصغر ثغرة أو تحاول تغطي أصغر ثغرة بدراسة خصائص جميع هذه البيانات. إن شاء الله هنا خلصت محاضرتنا، وبالتوفيق.